فرق بيني وبينك في الصوت شوي. ما في مشكلة، ما في مشكلة. مرحبا مرحبا، ياخذ مجال على ما يوصل عندك. ابشر ابشر ابشر. خير كيف حالك يا شيخ؟ في نعمة. الله اخبارك الله طيب؟ الله يجزيكم خير. شمول الحمد لله تمام؟ طيبين، الحمد لله في نعمة. الله يبارك فيك. الحمد لله الله يسلمك. احكي لي شو الحالة عندك اخي الكريم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله لك. انا والله العظيم اللي اكثر حاجه متضايق منها او انها تعبتني او حاجه، اللي هو التعطيل في الرزق. يعني انا لي الان يا شيخ سنتين، وحتى من قبل سنتين بدون وظيفه بدون شغل، مع ان مستواي التعليمي تمام، اللغه الانجليزيه يعني الكفاءات او المطلوب لي كاكون موظف او كذا موجود عندي، توفر عندي والحمد لله، يعني مستواي التعليمي وهالامكانيات هذه موجوده، بس التعطيل عندي في الرزق اني مش محصل وظيفه ابد. واذا حصلت وظيفه زين الاقي مضايقات كثيره، ومنها يعني قومتي حتى للعمل الصباح صعبه وثقيله، ما ادري شلون، احس بخمول كسل. فهذه اكثر الاشياء، ومن ضمنها بعد حاجات ثانيه اللي هو احس ان العداوات عندي كثيره، يعني مع اشخاص يعني تفضل أخي كريم. كيف؟ ما يعني ايش السالفه؟ ليش يسوون كذا؟ ما بيني وبينهم اي شيء كثيره، وحتى بين الاهل وبالذات مع والدي انا سبحان الله، يعني مع انه في منطقه وانا في منطقه يبعد عني ساعتين بالسياره، يعني مجرد ما اروح عنده هناك زياره يومين كذا وعلى طول تصير مشكله بيني وبينه، يعني مشادات وكذا. فأوضاعي معاه شوي ما أدري شلون. طيب واضح. معاي يا شيخ؟ اي نعم معك، معك اخي كريم، معك. نعم أي. ومنها طبعا الأمراض اللي عندي، وطالع عندي في يدي أنا زي الحاجة اللي سودة أو كذا توها قبل يمكن 3 أسابيع ما أدش منها، يعني حاولت بكذا علاج وبكذا حاجة أني أعالجها ما في فايدة. وقالوا لي حتى ناس الله يكرمك وعزك الله يعني نجس هذه المنطقة أو أعملها في نجاسة ممكن إنها أذى أو شيء وتروح، بس والله ما راحت. يعني كيف نجسها يعني مثلا؟ يعني الله يكرمك، يعني يقولون يعني تبول عليها، يعني هي في يدي والله يكرمك ويعز الملائكة وكذا، لأنها ما تم علاج ما حطيت لها، احاول اني اعالجها ما في فايده. فقالوا لي نجسها، قلت لهم كيف انجسها؟ قالوا لي يعني مثلا الله يكرمك خذ من ريقك وحط عليها، او انك يعني الله يكرمك في الحمام بول عليها، يعني بما معنى يعني تبقى شيء بسيط، يعني انك تنجسها بشيء بسيط من اللي ياخذ الله يكرمك. واضح. فما عنديش. طيب اسمعني يا اخي الكريم، بداية النوع العلة التي انت تشتكي منها هي التعطيل في المال والرزق، صح؟ اي، وما احق المال، المال عندي ما يتم، الفلوس عندي انا ما تتم، يعني ما سبحان الله ما اقري عليها، ما استفيد منها، تروح في الهواء، ما كني اجمع، من اول جمعت مبلغ ما وطار يعني بشكل طبيعي، يعني كذا ما شفته وين راح كيف صرفته، ما صرفته مش عارف، يعني حتى لو صار عندي مال يعني ما يبقى او محق فيه او ما في بركه او ما في خير او ما يتم ما يبقى. واضح. اذا الامر له علاقه بتعطيل بدايه العمل والوظيفه، وحتى اذا كان عندك مال يذهب في اشياء تافهه لا يمكن يجمع، او انك تستثمر في شيء يعود عليك بالنفع. نعم واضح. نعم، إذا هذا نوع الإصابة. دعنا نناقش يعني الأعراض، يعني أنت كشخص يعني كرجل هل تشتكي من شيء مثلا يظهر عليك في اليقظة أو في المنام؟ هل عندك أشياء؟ مثل ضيق الصدر، عندك وسواس، تنميل، خوف شديد، أرق، وهذه الأشياء. هي عندي في النوم
قبل فترات او قبل فتره كان ايش اللي هو اجلس زي المخنوق، يعني احس ان مختنق قاطع النفس، يعني اصحى من النوم كذا فجاه احس ان النفس حقي انقطع او ان حاجه خانقتني، وحول الرقبه حقتي الرقبه يكون زي العرق الماي. واضح جيد. حول دور مدار الرقبه نفسها. عندي رجلي اليسار عند بين الابهام والسبابه زي المثلث كذا، في الم مثلث كذا على شكل الالم جاي على شكل مثلث ماخوذ من السبابه الى داخل الرجل الى طالع من الابهام. واضح. الأحلام، عندك أحلام؟ أحلام يا شيخ والله غريبة يعني مش حلوة أو مش ده، يعني أنا رجل عمري الآن 44 سنة، يعني أشوف في الحلم إني أجامع وإني أحتلم وفعلا أجلس، وأنا يعني فعلا الله يكرمك نزل اللي هو ذا فأقوم أغتسل، فيعني عمري هسن هذا وأحتلم وإني أحلم إني أجامع مرأة ما أدري إيش، وفي مرة من المرات في الحلم نفسه كنت أضحك لأن كانت في واحدة مرة جسر وأجلستني على فخذها وكنت أضحك وأنا مش عارف ليش، وحتى انتبهت إني بين الناي وبين الصاحي وأضحك يعني وضحك بصوت عالي وإني مبسوط وما أدري إيش، فما أدري هذا الحلم استغربت منه شوي. كم مضى على هذا الحلم يعني؟ وفي الحلم هذا تقريبا خذ له شهر ونص كذا. طيب جيد. بس هذا الحلم اللي يعني تحس، وفي ايوه وفي حلم حلمته ان انا مع ولدي على دباب او بايسيكل وكنا مارين زي الوادي وفي اسدين طالعين كذا على بسرعه كذا لقمه جبل، اسدين. واضح. وخفت انا طبعا في الحاله خفت، والغريب من الامر ان الاسدين هذيلي زي ما يطل طال صاعدين على اللي هو الخيط حق السناره، سلك السناره، سناره الصيد. اي نعم. سلك ضعيف ضعيف، فقلت كيف اسدين يطلعون بسرعه كذا على سلك سناره. طيب لما تسمع لي القران او الرقيه ماذا يحصل معك؟ القرآن في مرة القرآن إذا سمعته بالليل بالذات سورة البقرة ترتفع حرارة جسمي. مرة كنا احنا بنروح بيت أبوي في الليل وشغلت سورة البقرة هي، فقلت لها طفي، أنا ما أدري شلون أحس بحرارة جسمي مرتفعة وزي شوي صداع في راسي، فقلت لها لا طفي أنا مش قادر يعني حس بحرارة جسمي ارتفعت، بس في النهار أنا أقدر مثل اليوم أنا شقلت سورة البقرة وخليتها ما أحس بشيء في اليوم الصباح. وأثناء الاستماع للرقية ماذا يحصل معك؟ لا أنا أحس إن في حاجتين، يعني في مرحلتين أنا أكون فيها، يعني مرة أكون فيها من جهة القرآن يعني أوكي، ومن جهة ثانية لا والله إن في حاجة ثانية في جسمي أو فيني أنا أو سلوكيا أو حاجة يعني غير، يعني أحس أنا مو بالشخص هذا، أحس شخص ثاني. أنت متزوج؟ يعني بالنسبة هي أنا متزوج كم الحمد سنة؟ لله، كم سنة؟ عندي أربع أولاد لي تقريبا الحين يمكن على 18 سنة ما شاء الله. طيب كيف هي علاقتك مع الزوجة والأبناء؟ علاقتي مع زوجتي دائما خلاف، يعني يوم يومين وخلاف،
يوم يومين مشكلة، أو مش يوم يومين، بعد يوميا تقريبا بشكل يومي. والخلافات لأتفه الأسباب. أيوة دائما، يعني أحس أن لا أنا طايقها ولا هي طايقتني. وبالإضافة إلى كذا، إحنا كل واحد فينا ينام في غرفة لوحده، يعني أنا أنام لحالي وهي تنام لحالها في غرفة لحالها، ما ننام مع بعض في غرفة واحدة. واضح واضح كريم. هذا الأمر، أمر تعطيل الرزق، كان معك قبل الزواج أم بعد الزواج؟ لا من زمان، من زمان هذا تعطيل الرزق، حتى إذا اشتغلت أنا في شغلة وطلعت منها، أو إني استقلت، أو إني فصلوني، أتعب كثير على ما ألاقي شغلة ثانية. يعني مش أقول لك، ممكن إن أفقد الأمل إني ألقى شغلة ثانية، يعني من أترك شغلة أو أطلع من شغلة، صعب جدا 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 إني أحصل شغلة ثانية. مع العلم إني قلت لك، يعني أنا مستوى تعليمي ممتاز، وأنا كنت مبتعث في أمريكا ترى، يعني فترة من الزمن رحت أمريكا هناك، ودراستي حلوة يعني. فهمت عليك، نعم واضح واضح واضح. طيب هناك أشياء تقع معك يقظة مثلا، إيش مثل شيخنا، ساعدني أو مثلا وضح لي. تظهر لك أشياء في اليقظة في البيت، تسمع أشياء، خطى في البيت، ضوء يتحرك، إنارة تتحرك، مثلا زوجك تخبرك على أنها ترى أشياء، تسمع أشياء، ما في هذه الأمور؟ لا، طيب في حاجة إذا صحتني، إيه، لصلاة الفجر. إذا صحتني في صلاة الفجر أحيانا تقول لي، أنت قلت لي إن أوكي خلاص بس بجلس زين، أقول لها أنا ما حسيت إنك صحتيني، ما حسيت إنك أنت جيتي وقلت لي اصحى علشان تصلي. تقول لي أنت قلت لي كذا خلاص أنا بقوم، أنا خلاص بصلي، وتعصب علي وتصارخ. أقول لها أنا ما أذكر إني قلت لك كذا ويوم تجلسيني للصلاة. ايوه واضح واضح نعم. اذا الامور واضحه اخي كريم، الامور واضحه، يعني الامور لا علاقه بالتعطيل يعني. أيوة في حاجة ثانية شيخنا، عندي أنا أسفل الظهر نهايته ألم، ألم لا يطاق، لا يطاق جدا جدا لا يطاق. يعني هذا من اكثر الالام اللي محصلها في جسمي انا، يعني وهو يروح ويجي، يروح ويجي، يعني مش مرتبط بدواء او بحاجه، يرتبط ما ادري شلون بفتره زمنيه او بحاجه. احيانا ما اقدر اقوم من السرير من الالم اللي يجيني اسفل الظهر، يكون ماسك فيني لدرجه كبيره كبيره، يعني له اللي هذا الألم أو الشيء هذا متصل معي على طول، والله نقول حالة مرضية، أو إنه منقطع خلاص، يجيني مرة واحدة بينقطع، لا يجيني بين فترة وفترة ألم في نهاية ظهري. عندك إخوة؟ عندي إخوان، كيف عندي كيف هي أحوالهم ما يعني؟ شاء الله، أحوالهم كيف هي؟ إحنا 10، ما شاء الله ثلاث بنات وسبعة أولاد. ما شاء الله. أحوالهم نفس الشيء، تعبانة وحصلنا مشاكل. أبوي كان شغال في وظيفة عدلة، وبعدين جلس 8 سنوات كذا زي الحالة النفسية، أو يعني ما ترك التعليم، كان في سلك التعليم وتركه. ويعني وإخواني نفس الشيء، يعني أحوالهم المادية والاجتماعية وكذا صعبة، يعني ما أدري هو موروث أو شيء، أو ما أدري. واضح. كيف هي علاقتك بالوالد منذ الصغر؟ والدي ما أدري شلون، أنا معاه يعني مشاكل مع والدي بالذات، يعني ما بالذات إذا أقعد معاه يوم يومين لازم تصير بيني وبينه مشكلة. يعني زي ما قلت لك، أنا في منطقة الحين أبعد عنه ساعتين بالسيارة، نعم إذا رحت أزوره مجرد أقعد يوم يومين لازم تحصل بيني وبينه مشكلة، واضح. بحيث إني أمشي من عندهم هناك وأرجع إلى البيت اللي أنا فيه. وكيف كانت علاقة الوالد مع الوالدة؟
الوالد مع الوالدة يعني كانت في مشاكل، بس يعني يوم ان كبروا الآن خفت مشاكلهم. أكيد. ولا سابقا كانت في ايوه لحظة شيخنا، عندي انا بعد اخت تعبانة، كثير تعبانة، وفيها قالوا ان فيها شيء اسمه الحزام الناري، ما ادري. فيعني هي انطوائية، دائما تحب تجلس لحالها. هذه حالتها. واضح واضح أخي الكريم، واضح واضح الأمور، واضحة أخي الكريم. إذا كيف هي على أبنائك يدرسون الآن؟ أنا عندي ولد من الأولاد مصنف على أنه فيه توحد، أكيد إذا تعرف هذا أكيد. نعم التوحد هو شغلك إياه. نعم كنت سأسألك عن الذكاء. نعم تفضل ألو، أسمعك، كنت سأسألك عن ذكاء الأبناء. أي هذا أقول لك، عندي أنا ولد، أول ولد لي البكر حقي من الأولاد، عنده مرض اسمه مرض التوحد، يعني نعم عمره هو الآن 12 سنة، بس عقليته أو تصرفه كأنه خمس سنوات أبو ست 5 سنوات، نعم 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 واضح. ولا جي يتكلم باللغة العربية الفصحى فقط، ما يتكلم يعني مثلنا كذا عادي. أي نعم، لسانه ثقيل عن العامية. سؤال ثقيل، ما يتكلم بالعامية. إذا واضح أخي الخالد، أنت ليس عندك محق في المال، أنت عندكم تعطيل في أشياء كثيرة جدا، لا لكن سمعت، ضعف صوتك يا شيخ. قلت لك ليس عندكم تعطيل فقط في المال، إنما عندكم تعطيل في أشياء كثيرة، لكن المال هو الآن الأمور التي يعني الجلية الظاهرة هي الأمور المادية. صار بعيد صوتك شوي شيخ، يا أنا ريت. يتصل أكثر من واحد، يا إخوان ما اتصل، الله يجزيك خير. ناس تتصل، سبحان الله، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو يعني قلة أدب صراحة. تسمعني الآن؟ تسمعني؟ ألو تسمعني الآن؟ ألو ألو تسمعني الآن؟ ألو، ألو تسمعني؟ إيه أسمعك أسمعك طيب الآن، جيد جيد. أسمع إيه أسمعك قلت لك أسمع. أنتم تشتكون يعني من أشياء كثيرة، لكن على رأسها الآن الأمور الجلية هي محق المال، وإلا فالتعطيل يشمل الوالد مع الوالدة والإخوة جميعا، وأنت ومع الزوجة في العلاقة وفي المحبة وفي أمور كثيرة، وحتى الأبناء الآن، يعني هذا الآن متسلسل كأنه موروث يأتي على من ايوه نعم. انا هذا اللي خايف منه، ان انا اورثه لعيالي وياخذونه، فالله يخليك يا شيخ، شوف الله يرحم والديك، اسمعني يا أخي الحبيب، اسمعني يا أخي الحبيب، فكني من هذا. أبشر تفضل أبشر. تفضل. أول ما نصنع الآن بإذن الله الآن هو نحاول أن نشخص نوع الإصابة، تسمعني؟ اسمعك. نحاول أن نشخص نوع الإصابة. إذا حتى نشخص نوع الإصابة لابد أنك تركز معي بإذن الله جل وعلا، ركز معي جيدا، حاول تكون في مكان الآن الصوت يكون عندك مسموع بشكل جيد، أوضع سماعة على أذنيك بإذن الله تعالى، مفهوم؟ طيب وحاول أنك ترفع التوحيد في اليد اليمين وفي الشمال، ارفع السبابة وركز. اجل كذا، ما دام اني برفع في الاثنين، دقيقة خلينا نشوف لي سماعة. أبشر أبشر. اقدر اسجل هلكات في، اذا بات مدة طويلة رافع التوحيد لازم سماعة، بس اذا اقدر اسند على الشات في وارفعهم. ما في مشكل، ما في المهم المهم ان الصوت يكون عندك مسموع جيد، مفهوم؟ ايه هو مسموع جيد. تفضل. ابشر 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 وهذا وفاة التوحيد يمين ويسار. ابشر. جميل. بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله أعز وأجل الله أعز وأجل الله أعز وأجل يعز من يعز من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله أكبر من كل إبليس أبا رسة الليل البهيم إبليس من أبا رسة الليل إبليس من أبا رسة الليل من أبارسة الظلام والسواد والليل إبليس على المال على الخير والمال إبليس على المال على البركة والمال إبليس على الساعة والغنى والمال سكن من قديم بالموت قديم على السلالة قديم من الأب قديم من الأم قديم من البيت القديم قديم يسمع ويرى من الصبا من الصغر يسمع ويرى تسمع وترى من الصبا من الصغر تسمع وترى أبا رس شداد
المال محقوا المال أمارس شداد إبليس يسمع الآن ويرى توارى في الذئاب توارى في الخنازير توارى في الثعابين توارى في الطير توارى في الحيوان توارى في صور الملوك توارى إبليس شديد عبيد عتيد للشتات إبليس في الكلام فرق إبليس في البيت فرق إبليس في الفراش فرق إبليس في الركوب فرق إبليس الله أكبر من كل إبليس من الأبالس التي يسمعنا توارسين طوال إبليس من الأبالس التي توارى يسمع الآن إبليس من الوالد إبليس من الوالدة إبليس من الخطبة إبليس من الزواج إبليس من الأبناء إبليس في البيت في الفراش في العمل في المال إبليس يسمع الآن ويرى يسمع الآن ويرى أبالسة الظلام شداد أبالسة السواد شداد أبالسة الذئاب شداد أبالسة الكلاب شداد أبالسة الخنازير شداد أبالسة الطير شداد أبالسة الآبار والبحار شداد أبالسة السلالة شداد أبالسة الأسحار شداد أبالسة المحق والتعطيل والتدمير والاحتقار والازدراء والذلة والصغار شداد إبليس بصوته شديد بحركاته شديد بوسواسه شديد بتدمير بأحزان بتفريط بشتاته شديد إبليس السواد والظلام إبليس السواد والظلام جدا في سواد جدا في ظلام جدا في سواد جدا في ظلام سحر في سواد سحر في ظلام كذب في سواد كذب في ظلام طلسم في سواد طلسم في ظلام أبالسة السواد شداد أبالسة الظلام شداد سحر عظيم في ليلة سوداء أبالسة السواد أبالسة الظلام جدد في ظلام جدد في سواد جدد في ظلام جدد في سواد إبليس على السواد شديد على الظلام شديد في العزلة شديد في البيت
على النار شديد، على المحبة شديد. يسمع توارى سنين، اهتمى سنين، اختفى سنين، توارى سنين، سحره شديد مدجج، سحره شديد مدجج، سحره شديد مدجج، مدجج مدجج، مخيط مخيط مكبل، مأخوذ مرصود، مأخوذ مرصود. أبارز السواد والليل والظلام والقابورات والليل والنجاسات والليل والدماء والليل والمجاري والليل. إبليس يسمع الآن، إبليس يسمع الآن. شتت 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 في الغرام، شتت 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 في سواد، سحر 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 في غرام، عشق الكلام بالليل ساحر، بالليل ساحر، بالليل عاشق، بالليل عاشق. أبالسة الليل مكثوا حول الجسد سنين، سحروا الجسد سنين، عقدوا الجسد سنين، نفثوا على الجسد سنين، تملكوا الجسد سنين، كتبوا على الجسد سنين، قبلوا سنين، حضنوا سنين، اعتدوا سنين، اعتدوا سنين. أبارسة الظلام، أبارسة السواد، أبارسة الظلام، أبارسة السواد. ظنوا أن لن يقدر عليهم أحد، ظنوا أن لن يقدر عليهم أحد، ظنوا أن لن يقدر عليهم أحد. عطلوا النعم، عطلوا الخيرات، عطلوا النعم، عطلوا البركات، عطلوا النعم، عطلوا الخيرات، عطلوا النعم، عطلوا البركات. أبارسة الظلام والليل، أبارسة الظلام والليل، أبارسة الظلام والليل. إبليس ما حب الخيرات بمحق الخيرات بالليل. إبليس ساحر، عقد عقد، جندد العقد بالليل. إبليس ثعبان، إبليس إبليس ثعبان، إبليس إبليس كبير، جان جان جان. ملك له خدام، ملك له خدام، ملك له خدام، ملوك له خدام. على الجسد بالليل، على الجسد بالليل، على الجسد بالليل، في المنام والليل، في الحزنة والليل، على الفراش والليل، في التقلب، في تقلب الليل. أبارسة الشداد، أبارسة الشداد، بالمحق العظيم شداد، بالشداد الشديد شداد، بالمحق العظيم شداد، بالشداد العظيم شداد،
أبارسة الليل، أبارسة الليل، منهم العاشق والملك، منهم العاشق والملك، منهم العاشق والملك، منهم العاشق والملك، أبارسة الليل، أبارسة الليل، أبارسة الليل، منهم العاشق والملك، منهم العاشقة والملك، منهم العاشق والملك، منهم العاشقة والملك، منهم الطاوي، منهم الطاوي، منهم العنيد، منهم العنيد، ومنهم العتيد والشديد. طغى 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 تحداني فراق، طغى طغى تحداني شتات وفراق، لمحض وشتات وفراق، لعداوة وشتات وفراق. إبليس 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 يستولان، بسم الله بسم الله ينزع ذره، بسم الله يدك حصنه، بسم الله ينزع ذره، بسم الله يدك حصنه. إبليس في العقل إبليس شديد، على العقل شديد، في اليدين في كفين، في اليدين في الأنام، في كفين على المال، في المال في المال في المال في المال في المال في خطى المال، في المال في المال في المال في جميع الكلمة والقرار والمال، في المال في المال في المال في العلو والعزة والرضا والمال، في المال في المال في المال في المال في الزينة والجمال واللباس والأفهاد والمال، في المال في المال في المال في المال في الإفراط والجهود والسخرية والرضا والمال، كتبوا له مدى الحياة، عطل كل شيء، كتبوا له مدى الحياة.
غضب حسبي في كل شيء فراق نشور تعطي تدري في كل شيء في أهل الدماء في وادي الدماء في أهل الدماء والقرابين لمس شداد في البحار في القلوب في الله حتى في الأولين في البحار في الأنهار في القلوب في الأولين في البحار في الأنهار إبليس 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 ساحر على الدم إبليس 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 ساحر 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 على الدماء أخي الكريم. نعم معك. طيب قل لي هل تشعر بأي شيء مثلا؟ نعم. لا والله ما حسيت بس شوي في كتفي الأيسر من ورا شوي شيء خفيف يعني ما الكتف الشمال صح؟ صوتك يقطع يا شيخ مش صافي واضح. دول المشكلة. طيب. لما تكون تقرأ في الرقية صوتك في يعني مع ارتفاع صوتك أو انخفاضه زي اللي يقطع عندي ويجي يقطع ويجي. طيب اسمعني اسمعني. تسمعني يا أخي الكريم؟ أسمعك أنا الآن أسمع. قلت على أنك تسمع شعرت بشيء يسير قليل في الكتف الشمال صح؟ نعم. وقلت على أن الصوت يتقطع. نعم. اسمعني جيدا. أنا أرسل لك الآن هذه الرقية الآن لكن الصوت فيها لا يتقطع. سأرسل لك الصوت عادي جدا لأن كانت الآن كنت أسجلها على الفيس وأرسلها لك إن شاء الله الآن بإذن الله. مجرد أنك تسمع لها وتنتهي أكتب لي على الواتساب ماذا شعرت خلاص حتى أعرف لا نضيع الجود ونعرف ماذا شعرت وتتسمع بصوت عالي وغير لا يتقطع. يعني تعيد الاستماع إليها وهي بصوت بشكل جيد الآن بإذن الله. نرسلها لك الآن إن شاء الله.
نعم وبعد ما تنتهي منها مباشرة اكتب لي على الواتساب ماذا شعرت، حتى أقول لك كيف نبدأ في الرقية بإذن الله على أي شيء نؤكد. لكن ما دام الصوت يتقطع ومع ذلك شعرت بشيء في الكتف الشمال فهذا إن شاء الله خيط جيد، والكتف الشمال له علاقة باليد الشمال وبالشق الشمال وهذا له دلالة، إذا هذه نقطة جيدة. لكن حاول أن تعيد الاستماع إليها بإذن الله بتركيز مع الصوت يكون عالي عالي شيئا ما، واكتب لي ماذا شعرت بإذن الله تعالى، خلاص؟ وحاول أنك تسمع لها مرة ومرتين، ما في مشكلة. نعم شيخ، هذه اللي جاتني في كتف الشمال كانت تجيني في بعض الأوقات مع صلاة الفجر، جيد نعم، وأحيانا إذا لبست الخاتم. جيد حقي. جيد، إذا اسمعي صلاة الفجر لهذا ثقيلة عليك. أنا عندي خاتم، أنا عندي خاتم شيخنا بس ما أدري هو يعني أوكي أكون لابسه أو ما أكون لابسه. الخاتم الذي حينما تضع الخاتم تتحرك في الكتف الشمال، هل هو خاتم عادي أم خاتم زواج؟ لا لا لا، ما الخاتم هذا ما يسبب لي الألم في الشمال. أيوة أحيانا شيخ بس مش متأكد إنه من، لكن تجيني أحيانا مع مثلا ورود بعد صلاة الفجر، لما أبدأ أصلي الفجر أحس فيها، أو عند صلاة المغرب أحيانا تجيني. طيب اسمعني جيد، إذا هنا تنميل أو حاجة خفيفة في الكتف اليسار. جيد، إذا هذه النقطة حاول تستمع إلى هذه الرقية أكثر من مرة وأخبرني، لإذا كانت نفس الحركة ونفس التأثير الذي حصل على الشق الشمال الآن هو نفسه الذي يحصل معك عند صلاة المغرب وعند الفجر، فقد يكون في الغالب دلالة على أن ذاك هو موضع الجن أو الشيطان أو الشيطانة أو العاشقة التي تسكن ذاك، تسكن جسدك، مفهوم؟ وتتحرك عند الصلوات عند ظلام الليل وعند ظلام الفجر، ولها كذلك علاقة بماذا؟ علاقة بالصلاة والعبادة، خاصة عند غروب الشمس وعند صلاة الفجر لأنها ثقيلة على الشياطين، مفهوم؟ ولهذا إن شاء الله الآن تعاود الاستماع إليها بإذن الله تعالى، فإذا شعرت بأي أعراض نبني عليها الرقية المناسبة إن شاء الله، وهذا يعطي المفتاح على أن في الجسد إصابة هي السبب في محق المال والتعذيب والتعطيل والمشاكل مع الزوجة وما شابه. فكلما ضيقنا وفتحنا يعني وسعنا في التشخيص وضيقنا حتى نصل إلى نوع الإصابة وحركناها بالكلمات والأدعية المناسبة والرقية المناسبة، كان التأثير جليا على الجسد أو على من يسكن الجسد، وبالتالي يتكلم وينطق، وبالتالي ندخل في العلاج المباشر بإذن الله تعالى، مفهوم؟ ان شاء الله. يلا هيا ان شاء الله الان الان سؤال شيخنا. تفضل. نعم سؤال، بس اللي هو الخاتم هذا اللي هو اسمه شغف الشمس، هل اكون لابسه او افسخه او افسخ؟ هذا الخاتم ايش؟ خاتم زواج حجر كريم اسمه، مش لا 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 ازله ازله، ضع كاس رقيه. نعم. كاس وقرأ عليه سوره الفاتحه ايه الكرسي المعوذات، مفهوم؟ وضعه بداخله بإذن نعم. الله تعالى لوقت وتخلص منه ما ينفعك بإذن الله جل وعلا، مفهوم؟ وخاصة أثناء الرقية ما يكون في يديك، إذا كان زينة فقط وأنت تحبه فلا ضير فيه، لكن أثناء الرقية لا يكون في يديك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أبشر. الله أبشر. أبشر. أنا معك أخي أبشر. إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله تعالى. أبشر 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 أبشر، أنا معكم إن شاء الله.